ميزو والمرأة العجوز، حكاية من التراث الكوري. في جنوب شرق آسيا ظهر العديد من الحكماء واكتسبوا عبر الزمن احترام شعوبهم، ولكن أكثرهم رفعة ومكانة كان أوساكا أو بوذا كما كانوا يسمونه. لقد نشر بوذا تعاليمه على الناس، وفي سن 80 عاما وافاه الأجل ومات. ما الذي يحدث؟ يبدو أن هناك فتنة أو اضطرابا محليا. لوح بوذا للعالم السفلي. بينما كان بوذا مسترخيا في نوم خفيف، كان الناس قد نسوا تعاليمه وبدأوا يحاربون بعضهم البعض، وانتشرت السرقات وأعمال القتل في معظم أرجاء المدينة. لقد غفلت عنهم لوهلة وحدث ما حدث، فماذا سيحدث لو لم أعلمهم شيئا؟ أيها السيد جيزو، أرجوك الحضور إلى هنا. وهكذا نادى بوذا على تلميذه جيزو في الحال. عزيزي بوذا، هل استدعيتني؟ جيزو، انظر إلى هذه الفوضى. ما الذي يجري؟ هل نسوا تعاليمي؟ هل نسوا جهد السنين الماضية؟ اذهب إليهم يا جيزو، أريد منك أن تستفهم من هؤلاء عما إذا كانت تعاليمي ما زالت في قلوبهم أم أنهم نسوها؟ وهكذا قرر جيزو أن يتنكر بزي راهب مسن وينزل بين القوم الذين تنكروا لتعاليم بوذا. وقرر جيزو أن يبدأ رحلته في الهند، ومن هناك يواصلها إلى الصين. حسناً، فلنترك هذه المدينة. هذا المكان يجب أن يدمر. وهكذا استمرت رحلة جيزو من قرية إلى أخرى، وكان جيزو لا يسيء إلى قرية إذا كان من بين سكانها إنسان واحد طيب القلب. وبعد تلك الرحلة المضنية وصل جيزو إلى مدينة في شمال كوريا وهو في حالة متعبة. إنهم يقدمون القربان إلى بوذا، لابد أن سكان هذه القرية أناس طيبون. سوف أبحث عن مكان أبات فيه هذه الليلة. ذهب جيزو إلى المدينة آملا بالعثور على مكان يأوي إليه، واقترب من أحد البيوت وطرق بابه. المعذرة أيها السادة، هل لا قمتم بعمل طيب وآويتموني ليلة واحدة؟ لقد كان جواب الشخص الذي فتح الباب: السيد ليس هنا، اذهب. وحاول جيزو مع البيت الثاني: اذهب من هنا، اذهب. حتى سكان المعبد رفضوه ولم يسمحوا له بالمبيت، ولكن جيزو لم ييأس وواصل البحث، ورفضه نزلاء البيت الذي يليه أيضا، وكذلك البيت الذي يليه. وقال جيزو لنفسه: هل من المعقول ألا أجد مكانا يؤويني؟ لا مكان عندنا لمبيت راهب، اذهب وابحث لك عن مكان آخر، اذهب. كل هؤلاء الناس وكل تلك البيوت لا يوجد فيها إنسان واحد طيب القلب محسن كريم. لقد يأس جيزو من البحث وجلس على حجر عند ناصية الطريق. إذن علي أن أحطم هذه المدينة أيضا. ولكن من الذي قدم القربان إلى تمثال بوذا؟ لابد أن يكون قد فعل ذلك شخص ما.
وفي تلك اللحظة آه يا ولدي، لابد أن الجو بارد هنا. يمكنك المجيء إلى البيت والمكوث فيه إذا أردت ذلك. إن طلب العجوز من جيزو بالمجيء إلى بيتها بسبب البرد كان دليلا على طيبة قلبها، لذا قرر جيزو قبول دعوتها بالذهاب إلى بيتها. المعذرة، ليس هناك الكثير مما أقدمه لك، ولكن أرح نفسك. شكرا لك يا سيدتي، أنت تعيشين وحدك أليس كذلك؟ نعم، لا عائلة عندي، لقد توفي زوجي وولدي أيضا، وليس هناك من يعتني بي، ولكن الفضل يعود إلى بوذا، فلولا فضله لما كان بمقدوري أن أعيش أبدا. إذن أنت التي قدمت القرابين إلى تمثال بوذا. كيف عرفت ذلك يا ولدي؟ نعم لقد عرفت ذلك. قرر جيزو ألا يحطم المدينة وينتظر قليلا. وفي اليوم التالي، وبينما عزم جيزو على شكر سيدة العجوز لكرم ضيافتها، قال لها: إذا تحولت عين بوذا الحجرية إلى اللون الأحمر فهذا يعني أن هناك فيضانا سيضرب المدينة، وعليك بالفرار والنجاة. أما إذا تغير اللون ثانية فعليك بالذهاب إلى قمة الجبل حيث يمكنك النجاة يا سيدتي. وبعد أن أخبرها غادر جيزو المدينة، ومنذ ذلك اليوم والمرأة العجوز تتسلق الجبل كل يوم لتتأكد من لون عين التمثال الحجري لبوذا. وكذلك أخبرت السيدة العجوز جميع سكان القرية بما سيحدث للمدينة. تقصدين إذا أحمرت العين يأتي الطوفان؟ اهربوا قبل حدوث الطوفان. يا لها من امرأة مخرفة. لم يكتفي سكان القرية بتجاهل تحذير المرأة العجوز لهم، بل ذهب البعض منهم إلى تسلق الجبل وتشويه تمثال بوذا. ماذا؟ ماذا حدث؟ لقد احمرت عين بوذا. يا للمصيبة، يا للمصيبة. اسمعوا أيها الناس، الموت قادم نحوكم. اسمعوا، اهربوا، هيا اهربوا بسرعة، اهربوا أيها الناس. وحاولت المرأة العجوز أن تقنع الناس وتدفعهم إلى الهروب، ولكن دون جدوى. انظروا إلى وجهها، مساكين أنتم، مساكين، لماذا لا تصدقوني؟ وهربت المرأة العجوز إلى قمة الجبل وهي حزينة لأن الناس لم يصدقوها. وفي تلك الليلة ماذا يحدث؟ ماذا حدث؟ هناك يا إلهي، وغطت الأمواج المدينة، أما المرأة العجوز فقد نجت بحياتها. في الحقيقة لقد حطم سكان تلك المدينة أنفسهم بأيديهم، لقد صبغوا عين تمثال بوذا بالحمرة مما دفعني إلى إغراقهم. أيها السيد، أيها السيد، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى الغرب،
هناك حيث تحتاج العديد من المدن إلى زيارتي. وإلى يومنا هذا ما زال جيزو يزور المدن البعيدة. من يدري، في يوم من الأيام قد يزوركم جيزو في قريتكم أو مدينتكم، فكونوا طيبين.